في هذا القسم من المحاضرة السادسة نحن سوف نتكلم عن تطبيقات محدد المصفوفة. التطبيق الأول للمحدد هو إيجاد مساحة المثلث. لإيجاد مساحة المثلث ولكن معلوم نقاط رؤوس هذا المثلث، فإن مساحة المثلث ستكون عبارة عن الماينس or plus half مضروب في محدد معين. هذا المحدد يتكون من النقاط المعلومة، نقاط الرؤوس. فهذه النقطة الأولى x1 y1 فتسجل هنا قيمة x1 وقيمة y1. هذه النقطة x2 y2 نسجل x2 y2 and x3 y3 نسجل x3 y3 هنا، ونوجد قيمة هذا المحدد باستخدام الطرق الاعتيادية لإيجاد محدد المصفوفة التي تكلمنا عنها سابقا، ويكون بذلك أوجدنا مساحة المثلث بسهولة جدا واستخدام المحددات. في هذا المثال أوجد مساحة المثلث الذي رؤوسه هي الثلاث نقاط التالية. فلاحظ مثلث رؤوسه الثلاثة موجودة، فهنا سيكون x1 y1 x2 y2 x3 y3. فالمساحة area it's equal plus or minus 1 over 2 by this is determinants هذه المحدد. here x1 y1 x2 y2 x3 y3 this is column it's 1 1 1. فإتس 1 0 x1 y1، فلاحظ معي 1 0 بديل x1 y1، وهنا x2 y2 ستكون بديل x2 y2 فنكتب 2 2، وهنا x3 y3 فكتبت مكان هو x3 y3 ف4 3. أصبح هذا المحدد إيجاده باستخدام الطرق الاعتيادية أصبح قيمته سالب 3. إذا المساحة تساوي 3 في الواحد ب3، وهنا 2 في المقام. السالب هذا يجب أن تضرب في سالب لأنه لا يوجد هناك مساحة سالبة، فوجدت السالب أو الناقص هذا إذا كان ناتج المحدد سالب فنضرب في سالب، وإذا كان ناتج المحدد موجب نضرب في الموجب، وأصبحت مساحة هذا المثلث هي 3 على 2. التطبيق الثاني للمحددات هو تحديد ما إذا كانت نقطة معينة تقع على استقامة واحدة أو لا، نقاط معينة تقع. إذا كان عندي مثلا 3 نقاط، أنا أعطيك 3 نقاط، أقول لك هذه النقاط في المستوى، هل هذه النقاط تقع على استقامة واحدة أو لا؟ فيبدأ الطالب في تعويض هذه 3 نقاط في هذا المكان في هذه المحددة ويشوف ناتج المحدد. إذا كان ناتج المحدد 0 فأنت تستنتج بأن هذه 3 نقاط تقع على استقامة واحدة، وإذا كانت المحدد لا يساوي 0 نستنتج أن هذه 3 نقاط ليست على استقامة واحدة. هذا يسمى بالكولينير. مثال: determined whether the point -2 -2 1 1 7 by are collinear، بمعنى حدد ما إذا كانت هذه 3 نقاط على استقامة واحدة، فيتم كتابتها في هذه المحدد هنا x1 y1 x2 y2 x3 y3. فكتبنا هنا سالب 2 2 اللي هي هنا x1 y1 سالب 2 سالب 2، وهذه النقطة x2 y2 فكتبناها هنا 1 1، وهذه 7 5 كتبناها مكان x3 y3. هذه قيمة x وهذه قيمة y في النقطة الثالثة. أوجدنا قيمة المحدد وجدنا أن المحدد يساوي سالب 6، فإذا هذه 3 نقاط ليست على استقامة واحدة. The point not collinear. في هذا المثال أيضا حدد ما إذا كانت 3 نقاط على هي كولينير، بمعنى على استقامة واحدة. فعوضنا هنا x1 y1 كتبناها في هذا قيمة x1 وهذه y1، وهنا x2 y2 كتبنا هنا x2 وهنا y2، وهنا x3 y3 كتبنا x3 y3. أوجدنا قيمة المحدد وجدنا أن هذا المحدد يساوي معنى 0، فنستنتج بأن هذه 3 نقاط تقع على استقامة واحدة. المحدد يساوي 0 عندئذ النقاط تقع على استقامة واحدة. الآن التطبيق الثالث هو إيجاد معادلة خط مستقيم. فإذا كان لدينا نقطتين فمعادلة الخط المستقيم الذي يمر بهذه النقطتين يمكن إيجادها باستخدام هذه العملية وهذه المحدد. فالصف الأول XY1 كما هي، هنا متغيرات مجاهيل،
وهنا النقطة الأولى x1 y1 وهنا النقطة الثانية x2 y2 لأنه عندي نقطتين معلومة يمر منها الخط، هذه النقطة الأولى نكتبها هنا وهذه النقطة الثانية. فمثلا هنا find the equations of lines pass through the point، أوجد معادلة الخط المستقيم الذي يمر بهذه النقطتين، نقطتين معلومة هذه x1 y1 وهذه x2 y2، فيتم كتابة الاثنين هنا والأربعة هنا وسالب واحد هنا والثلاثة في هذا المكان وإيجاد المحدد. فكتبنا 2 4 سالب 1 3، أما الصف الأول فيكتب كما هو x y 1. فنبدأ بإيجاد المحدد، العمليات الاعتيادية على المحدد، فهذه المحدد قيمتها تساوي x ناقصا 3 y زائد 10 والطرف الأيمن يساوي 0. هذه المعادلة هي معادلة الخط المستقيم المطلوب إيجاده. يرجى من جميع الطلاب حل المسائل التالية. السؤال الأول هو إيجاد مساحة مثلث محدد بالرؤوس، ثلاث نقاط للرؤوس استخدام المحددات. الفقرة الثانية بيّن أن هذه الثلاث نقاط تقع على استقامة واحدة أو لا تقع على استقامة واحدة. الفقرة الثالثة إيجاد معادلة خط مستقيم باستخدام المحددات أيضا الذي يمر خلال النقطتين التاليه.